تخيل أن تقوم بشرح درس عن الأهرامات، فتذهب برحلة مع طلابك إلى مصر دون الحاجة إلى مغادرة الصف، وتحتفظ بأرشيف هذا الدرس والواجب والاختبار كسجل رقمي سهل الوصول له دون أي ورقة أو قلم، ثم تقدم الهدايا التذكارية للطلاب عن هذه الرحلة، رقمية أصيلة محفوظة مدى الحياة وغير قابلة للتزوير. تخيلت؟ هذا ليس خيالا، فكل هذا ممكن مع تقنيات الجيل الثالث للإنترنت، وكما يعرف بالويب 3، كما تقوم به المدارس في مالطا. وفي هذه الدورة إليك كل ما يحتاجه المعلم معرفته عن تقنيات الجيل الثالث للإنترنت، واجعل التعليم ممتعاً ومحفزاً من خلال مكافآت تعليمية فريدة مع الـNFTs، وانغمس في عوالم افتراضية تفاعلية لتحسين فهم الطالب ومهاراتهم مع تقنيات الميتافيرس، واكتشف كيف يمكن للتكنولوجيا اللامركزية تحفيز التفاعل والمشاركة الفعالة في التعليم باستخدام تقنية البلوكتشين. يقدم هذه الدورة الدكتور مايكل بيك، الشريك المؤسس في Ed3DAO، وهي منظمة مكرسة لدمج تقنيات الويب 3 في التعليم وتوفير فرص تعليمية للمعلمين في جميع أنحاء العالم. سجل في هذه الدورة وجرب تطبيق الويب 3 في حصتك القادمة.